فنية في مسرح الجمهورية بحضور وزيري الثقافة والتموين، اجتمع فيها الأغاني الوطنية الحماسية والأغاني العاطفية لكوكب الشرق أم كلثوم، سهرة من الزمن الجميل والفن الراقي التي كانت وستظل مصر رائدة فيه. التخت العربي بيعزف قديم وجديد، والجديد في التراث الموسيقي العربية هو عبد يعني التراث كله جديد، بمعنى ان اغنية ام كلثوم مثلا انت عمري اتعمد بقالها 50 سنة حتى الان الناس بتحب تسمعها، يبقى نجاحها موجود، يبقى دي تعتبر جديدة. اغنية اغاني عبد الحليم حافظ سواح جانا الهوى اهواك تخنوه دي قديمه لكن جديده دلوقتي الناس كلها حبها، بمعنى ان احنا مفيش حاجه قديمه ومعنا حاجه جديده. الاغنيه الناجحه ناجحه ناجحه في كل وقت وفي كل زمن. من الاشياء اللي انا بستمتع بيها جدا وهي تعاطي الفن بكل اشكاله من الموسيقى والسينما والمسرح والاوبرا والرسم، كل دي لانها اولا بتنمي قدره الانسان على الخيال، والانسان اللي ما عندوش خيال لا يستطيع ان ينجز اي شيء. أخذ أخبار وزارة الثقافة أنها بتحاول أنها تقاوم الظروف المعاكسة الكثيرة اللي بتمر بها، بعدها اضطرابات بعدها اعتصامات، لكن في كثير من الإنجازات. عملنا الحمد لله معرض الكتاب، وعملنا معرض وعملنا مهرجان الأقصر الأفلام الأفريقية، وبنعمل يعني ندوات كتيرة، بنعمل مشروعات ثقافية كتيرة، وافتتحنا كثير من الفعاليات. النهاردة كنا بنحتفل مع السفارة الهندية، مع وزير الخارجية الهندي، مع السفير الهندي بإهداء لوحة لشاعر الهند الكبير رابندرناث تاغور لبيت الشعر المصري. ده مش مجرد فعالية ثقافية، لكنها فعالية ثقافية سياسية اقتصادية بتقرب بين الشعوب وبتجعل الناس أكثر تفاعلا ومشاركة وقربا من بعضهم البعض على مستوى الشعوب. أن الفن والثقافة والأدب والتراث وكل هذه القوى الناعمة بتقرب بين الناس، بتجعلهم أكثر إنسانية.